السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير البنات بخير، لاباس عليكم، هانين، مبروك عواشركم، وإن شاء الله تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله، وتقبل الله صيامكم وقيامكم يا ربي. جيت البنات إن شاء الله نشارك معاكم واحد الكيكة اللي هي رائعة البنات، بكريمة، واحد الكريمة اللي هي غزالة البنات، غنديرو إن شاء الله، غنحشيوها بكريمة الليمون اللي هي فن البنات. انا ديجا درت معاكم الكيكه في الفيديو اللي قبل من هذا، نفس المول ونفس الكيكه، نفس المقادير، غير هي الكريمه اللي مختلفه البنات، اللي ان شاء الله غندير معاكم كريمه الليمون. عندي البنات في المقادير ديال الكيكه، عندي جوج بيضات، وعندي نص كاس ديال السكر، ديال السكر حبيبات السنيده، وعندي البنات كاس ديال دانون، وعندي واحد فاني، ونص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب البنات. والكاس البنات اللي عبرت به المقادير هو الكاس ديال الدانون، هو اللي غتعبروا به البنات المقادير. هنا البنات خدينا المول وضفنا فيه البيض والسكر ودانون، وضربناه، ضربناه مزيان، من بعد ضفنا ليه فانيا وضربناه، وضفنا ليه البنات الزيت. هذا هو الدانون البنات، كاس اللي عبرت به المقادير كامل. تلت كاس ديال الحليب كنضرب البنات، ونص كاس ديال الزيت، صافي، ونضربوها مزيان. هي البنات كتجي خفيفه، كتجي طالعه وزوينه، وكتجي بنينه البنات. عندنا كنضيف الدقيق بشويه بشويه، ونشوف القوام ديال الكيكه. الدقيق البنات على حساب الخليط، الخليط البنات ما يكونش جاري وما يكونش عاقد. كيف قلت لك، كنقول لكم ديما بان الكيكه اللي بغينا نجربوها كنهزوا سميتو وكنديروا حرف 8، وكنشوفوا الا بقاو حتى ثواني فوق الخليط، عفوا راه الكيكه راه خدات الكفايه ديالها من الدقيق. هنا البنات غنضيف جوج خمارات، صافي، ونخلطوهم مزيان، ونقادو المول ديالنا ندهنوه بالزيت وبالدقيق مزيان باش ما يلصقش لينا، صافي. ونضيفو فيه ان شاء الله هاد الخليط هذا. كيف ما كتشوفوا البنات، هذه هي المقادير ديال الكيكه ديالنا، سهله وبسيطه واقتصاديه. نزيد كمية ثانية من الدقيق البنات، لأن باقا خاصها، بقيت باقا خاصها الدقيق، صافي، ونمشيو معاه. إوا تقبل الله البنات صيامكم وقيامكم يا ربي، اللهم يبعد وجوهنا عن النار إن شاء الله يا ربي، ونطلبوا من الله إن شاء الله في هذه الليلة المباركة أنه يغفر لنا إن شاء الله ما تقدم من ذنب وما تأخر يا رب العالمين. صافي البنات، هنايا الكيكه ديالنا هي هذيك، الخليط مزيان غنضيفو عليها ان شاء الله، غادي ندهنو المول، صافي، وندخل نصبوها في المول ديالنا وندخلوها الفران. بالنسبه للفران البنات، درجه الحراره كندير انا 180 درجه، وكندخل الكيكه ديالي على البارد، فران بارد البنات. بالنسبه لي انا كل واحد عارف الفران ديالو كيفاش درجة الحرارة ديالو كيفاش يطيب. العافية البنات تكون من التحت، صافي، ونخلوها حتى تطيب على خاطرها وتوجد، ونخلوها البنات من يطيب الكيكة نخلوها تبرد، نديموليوها من المول ديالها ونخلوها حتى تبرد، عاد نديرو نضيفو فيها الكريمة. بالنسبة للكريمة البنات، غنديرو ان شاء الله الكريمة ديال الليمون، اللي هي سهلة وبسيطة، وكتجي البنات واحد الكريمة اللي هي بنينة بنينة وزوينة. المقادير ديالها اللي هي سهلة، غنديرو نص سيترو ديال عصير ديال الليمون، وغنضيفو ليها البنات جوج معالق كبار ديال النشا، وغنضيفو ثلاثة المعالق البنات ديال ثلاثة المعالق ديال السكر، وغنضيفو واحد كرام كريم ديال فلو فاني البنات، غنضيفو ليه فلو فاني، صافي. وكل شيء البنات غنديروه على البارد،
نخلطوهم مزيان عاد نضيفوه على النار ونبداو نحركو اللي تيعقد لينا الخليط، وما نخلوش البنات الخليط اللي تيعقد بزاف، نخلوه شويه سائل صافي. وملي تبرد لينا يوجد الخليط ديالنا غادي نضيفوه ان شاء الله على الكيكه ديالنا وندخلوها للثلاجة ونخلوها حتى تبرد ونقدموها بالصحه والراحه يا رب. هادو المقادير البنات ديال الكريمه ديالنا ديال الليمون. ومن بعد ان شاء الله البنات انا غادي ندير معكم واحد عصير اللي هو منعش، منعش البنات وزوين ومغذي وفي المتناول. غادي ناخذ البنات هنا البنات كيف كتشوفوا كنخلطوا في الكريمه ديالنا صافي، ونخلوها البنات تتوجد ونضيفوها على الكيكه. وشكرا لكم البنات بزاف بزاف، شتي كيفاش كتجي الكريمه، كتجي البنات غزاله وفنه بحال ما هكا، وما تكونش قاصحه وما تكونش البنات شهريه في المتوسط. صافي ندخلوها للفرن، ندخلوها للثلاجه عفوا صافي البنات. وغادي ندوز ان شاء الله للعصير ديالنا، غادي ناخذ في حد الكميه من اللوز واحد ثلاثه الكركاعات كبار تقريبا واحد سبعه التمرات، وعندنا البنات لافوك صافي. غنضيفوا كلشي البنات في الخلاط وغنضيفوا عليه الحليب وغادي نخلطوه مزيان البنات. وهو العصير ديالنا واجد مغذي وفيه الفواكه الجافه والافوكا والحليب اللي كيجي للناس في المتناول. وهذه هي الوصفه ديالنا اليوم البنات، عصير اللي هو غزال ومنعش، وكيكه ديالنا البنات اللي هي رائعه رائعه، وبنينه البنات بحشوه ديال كريمه الليمون اللي كتجي غزال غزال البنات. وما تنساونيش البنات من اللايك ومن البارتاج ومن الاشتراك في القناه، ومرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندنا في قناتي وقناتكم قناه وصفات ام سنان.